هو الحمد لله نجحنا في إجراء عملية التسكين بشكل منظم جدا. التنظيم اللي بيسبق عملية التسكين ساعد بشكل فعال في إجراء التسكين بشكل سريع جدا وفوري وبدون مشاكل. وتقريبا انتهينا من 98% من عملية التسكين حتى الآن، وهذه سابقة في أول مؤتمر يتم التسكين بشكل منظم سريع دقيق. إنما هذا لا يخلو من وجود بعض الإشكالات، إشكالات يصنعها البعض، إشكاليات يصنعها البعض، تمثلت في حضور عدد أزيد من الأعداد. يعني أنا بخصص للمحافظة 200 مكان، جاي وجايب 210 ويحطني أمام الأمر الواقع ويصدر لي المشكلة. حصلت هذه في محافظات كثيرة جدا، حصلت في المنيا، حصلت في الشرقية، وحصلت في اسكندرية، وإحنا بنحل قدر الإمكان. إنما أنا بأؤكد لكل المحامين أن القائمين عملية التنظيم على عملية، لا مفيش غلطة في التنظيم، إنما الطلبات الفردية والزيادات التي وردت مع المحامين. هناك مسائل أخرى برضو يعني بيصنعها المسؤولين النقابيين. أنا قلت مش على البسيم، أنا قلت ملهاش فيو، أنا قلت مش أي مشاكل أو مشكلة حلوان. أصروا إصرار شديد جدا قبل ما نيجي المؤتمر إن هم يكونوا في نفس المكان اللي فيه شمال القاهرة وجنوب القاهرة والقاهرة الجديدة، وحققنا لهم هذا المطلب وديناهم نفس الفندق، لكن أيضا خلقوا بعض المشاكل. لكن في مجمل الأمر إحنا نجحنا بنسبة 95%، مشكلات بسيطة جدا وتافهة جدا ولم تصنعها أمانة المؤتمر، إنما الذي صنعها النقباء والنقابيين والمسؤولين عن المحافظات. إحنا مشكلات وبنحلها قدر ما نستطيع. اسكندرية جاي 18 واحد زيادة عن العدد وبنحاول نحلها. المنيا جاي 15 واحد زيادة عن العدد وبنحاول نحلها. حسن الصادق في الشرقية جايب 18 واحد زيادة عن العدد المخصص ليه وبنحاول نحل قدر الإمكان. وأنا نشدت المحامين ونشدت النقباء، أرجوكوا ساعدونا، أرجوكوا لا تصدروا لنا المشاكل، أرجوكوا عشان الموضوع ينجح لازم أنتوا اللي تساعدونا وأنتوا تبقوا حريصين أحسن مننا. بالإضافة بقى إلى موضوع آخر، الأطفال، وهذه مشكلة يعني أخطرنا جميع النقباء قبل المؤتمر. ممنوع اصطحاب الأطفال، جم الأطفال حلينا الإشكاليات منهم اللي سنه أكثر من معرفش 3 سنوات أو حاجة زي كده، بيسدد لإدارة الفندق مباشرة التكلفة بالكامل. كل هذه هي الإشكاليات اللي حدثت. إنما أعتقد إن شاء الله يعني الساعة دلوقتي 4، وأنا وكل المحامين بيطلعوا في أفواج وبيطلعوا رحلات وبيروحوا بأسرهم فنادق. مفيش 7000 واحد يبدأوا يسكنوا من الساعة 11:30-12 لغاية الساعة 2:30، 85% من التسكين تم. العملية أنا في تقديري أنها تمت بنجاح وبتوفيق. وبهذه المناسبة بشكر كل إدارات الفنادق، وبشكر الشركة المنظمة والمنفذة معنا، وبشكر الأمانة العامة للمؤتمر وجميع العاملين اللي بيشتغلوا معايا. قديمنا أكثر من شهر شغالين، وبتمنى اللي صنعنا المشاكل يساعدونا في حلها. أتمنى اللي صنع لي مشكلة وصدر لي مشكلة يساعدني في الحل، يعني يجيب لي مشكلة ووفر له ودبر له مكان. لا ده عايز ينقي وعايز مع نفس المكان في نفس الفندق اللي هو ما عنديش فندق كومبليت، مع لا اخلاق لي. هي دي المشكلات، وإن شاء الله هنتغلب عليها وهنلتقي في الجلسة المسائية الساعة 8 إن شاء الله.